لا وجه للمأساة هنا غير هذه الشواهد الخالدة بآثارها الدامية وما خلفته من ركام. يرفع اليمنيون تقارير حصاد العام الثالث من الانقلاب أمام العالم الذي بات يعرف اليمن من واجهتها الأشد عتمة والأنكأ جرحا. ثلاثة عناوين قدم بها التحالف اليمني لرصد الانتهاكات مشهد البلد الموجوع بتكثيف بالغ، بدأ من مهجرين بلا مأوى والتعذيب في اليمن والألغام والسلاح المحظور في الحرب. أصبحت اليمن مسرح للعنف منذ الانقلاب بعد تفاقم الحرب والأعمال العدائية ضد المدنيين والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وقد أصبحت المناطق اليمنية مسرحا لعمليات عدائية شاملة وعنيفة منذ سقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 بيد الحوثيين وقوات صالح العسكرية. وثق التقرير خلال عام 2017 مقتل 2260 في عدد من المحافظات اليمنية وإصابة 2780 آخرين بسبب الهجمات وسلاح القناصة أو الأسلحة الخفيفة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى. كان لميليشيا الحوثي وصالح النصيب الأكبر في استهداف الضحايا بالإضافة إلى ضحايا غارات التحالف، ناهيك عن الميليشيات الخارجة عن القانون وطائرات الدرونز الأمريكية. التعذيب حتى الموت كان عنوانا لواحد من أنكأ الملفات في جنيف ومرحلة شديدة من القسوة في تاريخ اليمنيين. يقول التقرير إن الحالات التي وثقها بلغت 28 حالة توفيت تحت التعذيب. يقول التقرير أيضا إن الألغام مثلما كانت وسيلة لترحيل مئات السكان من منازلهم ومناطقهم وتجمعاتهم المدنية فإنها كانت أيضا سببا في عدم عودة النازحين إلى مناطقهم. وثق تحالف رصد مقتل 189 ضحية وسجل جرح وتشويه 225 آخرين. كان لتعز النصيب الأكبر في هذا الحصاد. تحت عنوان مهجرون بلا مأوى يقول التقرير إن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الصالح تسببت بالتهجير القسري ل 184 أسرة من 8 قرى ريفية، ويضيف أنه تم ترحيلهم تحت قوة السلاح تاركين وراءهم كل أغراضهم وممتلكاتهم ومصادر عيشهم لكي ينجوا بجلودهم.